كلمة جميلة نفعنا الله بها، أسأل الله ينفعكم بها. يقول لو أوقف الله جل وعلا عبدا يوم القيامة، أوقفه الحساب، فقال عبدي لما قلت؟ الله يستهزئ بهم. فقال العبد ربنا أنزلت كتابك بالحق وتلاه رسولك صلى الله عليه وسلم وقرأت فيه في سورة البقرة إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك، الله يستهزئ بهم. أتظنون هذا ينجو أو لا ينجو؟ ها؟ ينجو ينجو. قال عن الله ما قال عن نفسه. بينما لو أوقف الله عز وجل عبدا فقاله عبدي لما قلت؟ الله لا يستهزئ، فماذا سيقول؟ يقول يا رب قرأت كتابك الذي أنزلته فوجدت أنه لا يليق بك أنك تستهزئ، فقلت أعوذ بالله أن الله يستهزئ، فنزهتك عما لا يليق بك. وشيخنا في الجامعة علمنا أن الله أعوذ بالله لا يليق به أن يستهزئ، فقلت تنزيها لك أعوذ بالله أعوذ بالله أن الله الله لا يستهزئ. ما رأيكم بهذا؟ لو قال الله عز وجل له أأنت أعلم أم الله؟ الله ينزل القرآن بالحق ويصف نفسه بالحق فيقول الله يستهزئ بهم، وأنت يا عبد تقول هذا لا يليق بالله؟ بالله عليكم ينجو هذا ولا ينجو؟ لا ينجو. قال عن الله ما يليق لا يليق بك ما وصفت به نفسك، بل بعضهم يقول أعوذ بالله هذا كفر. أينزل الله الكفر؟ أيصف الله نفسه بالكفر؟ أيصف الله نفسه بالنقائص؟ أيصف الله نفسه بما يوهم التمثيل؟ جعلوا ظاهر كلام الله دالا على التمثيل دالا على الكفر. ما حكم التمثيل؟ كفر. طيب وظاهر كلام الله كفر؟ أينزل الله كلامه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يجعل ظاهره دالا على الكفر، ظاهره دالا على التمثيل، ظاهره لا يليق بالله، ظاهره يحتاج إلى تحريف ويسمونه تأويل. ما أبطل هذه العقائد وما أقوم عقيدة أهل السنة والجماعة. والله ما قالوا عن الله عز وجل إلا ما قال عن نفسه. ولو لم يقل الله عز وجل الله يستهزئ بهم لما قلنا الله يستهزئ بهم، لكن لما قال الله يستهزئ بهم لا يسعنا إلا أن نقول عن الله عز وجل الله يستهزئ بهم.